على الجدران كمان بيوزعوا سيديهات هذه الواقعه في مدينه اجا محافظه الدقهليه، ورئيس المباحث هيتحدث فيها لانها واقعه تم تسجيلها بالفعل وتم القبض على مرتكبيها. بيوزعوا اسطوانات بيقولوا فيها ان والده المشير عبد الفتاح السيسي يهوديه. شايفين وصل بهم الامر يعني الى حد الكذب والزيف، الى هذا الحد يعني يمكن ان يصل الزيف والكذب بجماعه الاخوان؟ هي تكذب كما تتنفس، والحقيقه هم مجموعه من الاكاذيب يعني، لكن الانحطاط الاخلاقي يصل بهم الى اي مدى؟ بالاضافه الى انه مع نفس السي دي بيوزعوا سي دي بتاع فضائح المحله على اعتبار انها عايزين تاني يسوقوا انه الذين تورطوا فيها اللي هي مدرب الكاراتيه اللي اقام علاقة مع بعض السيدات في ملحق تابع لنادي بلدية المحلة، وهي القضية التي ناقشناها وأثارت جدلا. مصممين أنهم يضخوا الأكاذيب، طبعا كنا كشفنا هذه الأكاذيب للإدعاء بأنه في زوجات لضباط شرطة وقضاء في هذه القضية، فوزعوا سيديهات من هذا النوع. سجلنا مع الأهالي الذين رصدوا هذه الوقائع والذين قدموا بلاغات بشأنها وتم القبض على الجناة. السادات كان الساعة 2 3 قبل الفجر كانوا الإخوان بيبعتوا شباب من عندهم يلفوا الشارع زي في الخفة، يرموا قدام العمارات وتحت الشواء والكلام ده، سيدات ضد الفريق المشير السيسي، وفيها كلام مش كويس والفاظ مش كويسه وصور مش كويسه، واستغلوا موضوع نادي المحله نادي العمال، وبرضه صوروا سيدات نسبوها للشرطه لضباط الشرطه والجيش اللي حارمهم يعني. فوجئنا زميل لنا اتصل بيه بالتليفون حوالي الساعة 3:30، انت فين؟ قلت له انا واصل البيت، قال لي ارجع تاني. فرجعت لقيت اتنين بموتوسيكلات مقابلني، انا عارفهم وجوها، متلفين بتلافيح متلمسمين. فوجئت ان هم بيرموا الاسطوانات عند جامع شويه، عند الاسعاف شويه، عند المطاف شويه. مشينا مجموعه من شباب رابطه شباب اجا، نزلت البلد مسحت البلد، جبنا 186 اسطوانه مرميه على الارض. طبعا احنا زهقنا، قعدنا نجري عليهم عشان نتعرف على حد فيهم ونمسك حد فيهم. اولا ده بلد لازم تعيش امنه، لازم تعيش في استقرار، واحنا كشباب خايفين على البلد لازم نحمي بلدنا. كانت طبعا كلام عن سياده المشير السيسي وعن القوات المسلحه وكلام لمؤاخذه قذر جدا جدا وكلام وحش جدا جدا، بس الحمد لله والشكر لله يعني البلد دلوقتي الحمد لله مستقره استقرار كامل كويس عن الاول. عن الاول كان في حاجات كتير حضرتك. كنا واقفين على المحطه بتاعت اجا، فلقينا اتنين ملثمين راكبين موتوسيكل وماشيين بيوزعوا اسطوانات، فتتبعناهم لغايه ما وصلوا مكان اسمه جورجينا، لقيناهم موجودين هناك، فبلغنا للامن. الامن جه قبض عليهم. الاونه الاخيره بدات تظهر خاصه في دائره مركز شرطه اجا بعض الاسطوانات المدمجه اللي هي سيديهات اللي بتوزع على المنازل الاهالي ليلا في القرى وفي مدينه اجا. تلك السيديهات بتحمل بعض العبارات المسيئة لضباط الشرطة وضباط القوات المسلحة والهيئات القضائية، وبتتضمن الإساءة أيضا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. السيديهات للأسف فوجئنا أن مدول عليها أيضا بعض لقطات للقطات الأفلام الإباحية الخاصة بمدرب الكاراتيه في نادي بلدية المحلة، ودي كانت المفاجأة الغير سعيدة بالنسبة لنا، لأن احنا أصفار التحريات لما شكلنا فريق بالتنسيق مع الأمن الوطني إن اللي ورا توزيع هذه السيديهات على المساكن ليلا أمام المنازل هي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أو مجموعة من بتنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. تم تقنين الإجراءات القانونية وتمكنا من ضبط المدرس ودوبت بحوزته خمسة سي دي أو خمسة اسطوانات مدمجة.
مدمجة من ذات الاسطوانات اللي بتوزع ليلا على المواطنين بالقرى ومدينة أجا بمواجهته بالتحريات وموضوع بحوزته. اعترف تفصيلا بانه هو تحصل على تلك الاسطوانات المدمجة من طبيب تخدير ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية من مدينة أجا وهارب حاليا من المدينة لسابقة ضبطه او مطلوب ضبطه في احد القضايا. طبعا شفتوا التدني الأخلاقي والانحطاط الشديد في استخدام كل الأسلحة لتشويه ثورة 30/6 وتشويه أبطال ثورة 30/6 وتشويه المشير السيسي، وكأن الناس سذج يعني، كأنك هتعمل سي دي كده يعني، كأن الناس بهذه السذاجة وتقول فيه أنه السيدة الفاضلة والدة المشير السيسي التي تحدث عنها في اللقاء مع إبراهيم عيسى ولميس الحديدي بحب شديد. والحقيقة مقياس الحكم على البشر دايما شوفوا يتحدث عن أمه إزاي ويتحدث عن والدته إزاي ويحترمها إزاي. نحن نعيش على دعاء أمهاتنا، فيقوم هو يحول ده ويقول لك أم والدة المشير عبد الفتاح السيسي الحق دي يهودية، ويوزعوا سيديهات بذلك لممارسة هذا الزيف والخداع، ويبقى في قضية يتم التحقيق فيها ويتم ضبط مين بقى، مدرس وطبيب، يعني هما اللذان يسوقان لهذه السيديهات، وانه جماعة الاخوان هي التي تفعل ذلك. منتهى الانحطاط الاخلاقي، لا نفاجأ به، هكذا هي جماعة الاخوان. قبل ما اطلع فاصل، انتوا عارفين الواقعة اللي كان متعلقة بوفاة طفل رضيع وسرقة الطفل الثاني في مستشفى القصر العيني التي كنا قد تناولناها وكشفناها، وهي الواقعة اللي حققناها، النيابة حققت فيها. أمر المستشار تامر العربي رئيس نيابة مصر القديمة بإخلاء سبيل الدكتور أحمد محمود اللي كان معانا على الهاتف، مدير مستشفى النساء والولادة بالقصر العيني، ونائبه الدكتور محمد مدحت وطبيبة أطفال.